في الثالث من شهر أغسطس آب عام 2011 بدأت في القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهم الفساد وقتل المتظاهرين. كان مع مبارك في قفص الاتهام ابناه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من قادة الشرطة السابقين. محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. ترى ما الذي كان يفكر فيه الدكتاتور ذو 83 عاما في ذلك اليوم؟ هل كان يعود بالذاكرة إلى رحلة العمر التي أتت به إلى هذا المكان؟ الرئيس محمد حسني مبارك قائد جيل أكتوبر. أتعرف، هو لم يحلم أبدا أن يكون رئيسا. أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. هو لم يحلم أبدا أن يكون حتى نائبا للرئيس. رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. هو نفسه كان شايف كده. هو نفسه كان شايف ان اقصى طموحاته انه يبقى سفير في لندن. ايش معنى سفير في لندن؟ ايش معنى لندن بالذات؟ هل في عقد معينه مثلا انا ما اعرفهاش ولا ايه؟ ايش معنى لندن؟ عشان مدام ولا في ايه بالظبط؟ زوجته سوزان ثابت تعرف انها نصف بريطانيه؟ لقد كانت عاشقة للسلطة. كانت تدرك أنها هي صاحبة البلد وأن الشعب المصري مهما راح أو جه هو في النهاية يعني هي صاحبة العطاء الأساسي عليها، وكانت تقول الناس دي ما بيتمرش فيها حاجة، احنا قدمنا لهم كل اللي نقدر نقدمه. كانت ذات لسان وسليط. هنا التقى حسني وسوزان أول مرة عام 58 نادي هليوليد الرياضي. كان حينها نائبا لقائد الكلية الجوية، لكنه لم يكن قد زار هذا المكان من قبل. كان منير شقيق سوزان الأكبر من تلاميذه، وقد دعا مدرسه للاحتفال بتخرجه والالتقاء بعائلته. كانت هذه هي الدعوة التي غيرت حياة مبارك. كان اختلطنا يعني دايما مع بعض وعلاقاتنا كانت قويه جدا، دايما المدرس وتلميذه بيبقى في علاقه في الطيران بالذات علاقه قويه جدا. قالت سوزان ذات مره في لقاء تلفزيوني انه كان حبا من اول نظره، من يدري، لكن المؤكد هو ان حسني مبارك وبسرعه كبيره قد اصبح مقربا جدا من عائله ثابت، وتكررت زياراته لمنزلهم هنا في ضاحية مصر الجديدة. هو رأى عالم مختلف تماما، لقى أسرة إلى حد ما راقية، نمط التعليم اللي هم حصلوا عليه نمط مختلف، سلوك حتى في الأكل وتقديم الأكل واللبس بتاعهم نموذج مختلف تماما وجديد عليه. صحيح، سوزان وحسني كان ينتميان إلى عالمين مختلفين تماما، ليس فقط لأنه كان يكبرها ب13 سنة، بل لأنها كانت من عائلة ذات حظوة. فوالدها كان طبيبا، ووالدتها كانت أجنبية بريطانية من ويلز. ظهرت سوزان في إحدى المجلات عام 55، قالت وقتها إنها تحلم بأن تكون مضيفة جوية، وإن مثلها الأعلى هي راقصة الباليه البريطانية مويرا شيرر. كانت لاعبة جمباز ولاعبة سباحة، كانت عضوة هنا وكانت بتلعب ألعاب كتير، وكانت مشهورة بالباليه المان ومشهورة في الجمباز وتنزل حمام السباحة. في القرية التي جاء منها مبارك لم تكن هناك أي حمامات سباحة أو نواد للرياضة. كانت كفر مصيلحة قرية فقيرة عندما ولد مبارك عام 28.
تغيرت بعض الأشياء في القرية. الشيء الوحيد الذي بقي على حاله أنها لا تزال فقيرة. هذا هو منزل عائلة مبارك الذي هدم في مطلع الثمانينيات، وهذا هو الشارع الذي ترعرع فيه الشخص الذي أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية. نشأة الرئيس مبارك في قرية كفر مصلحة أعتقد أنها نشأة تتشابه كتير قوي مع الأطفال الأسر، مش عايز أقول الفقيرة ولكن ممكن تكون المعدمة يعني هو كان طفل الأسرة، الأب فيها كان شغال يعني كاتب في محكمة، الأم كانت سيدة منزل لا تقرأ ولا تكتب، دخل الأسرة كان دخل يكفي بالكاد يعني، لدرجة أنه لما كانت تدخل اللحمة البيت كانت تبقى مناسبة سعيدة يعني. لعله كان ولدا فقيرا مثل جميع أبناء القرية، لكن الفقر لم يمنع أبدا أبناء كفر مصيلحة من الحصول على شيء مهم، التعليم. كان الفضل في ذلك إلى واحدة من أشهر الشخصيات التي تنتمي إلى القرية، عبد العزيز باشا فهمي. قبل أكثر من 100 سنة كانت شهرته قد فاقت كفر مصيلحة لتصل إلى جميع أنحاء مصر. عبد العزيز باشا فهمي من الناس اللي حط بصمة في البلد هنا، عمل المدرسة الأزادية وبنى دار المناسبات وبنى جامع، خلاف ان هو ليه شعبية جامدة في كل شيء يعني، الناس كلها هنا، البلد كلها هنا بتحترمه وتقدره. بفضل رعاية فهم باشا للفقراء استفاد أبناء القرية من التعليم المجاني في المدرسة التي أسسها. في مكان آخر في مصر كانت هناك عائلات أخرى في غنى عن هذه المعونة. في نفس السنة التي ولد فيها مبارك تشاء الصدف أن يسافر صالح ثابت الذي سيكون والد زوجة مبارك في المستقبل، سيسافر إلى ويلز كي يدرس الطب. هذا هو طلب الالتحاق الذي قدمه صالح إلى الجامعة. يلاحظ أنه أشار إلى عمل والده باعتباره صاحب أطيان. لابد أنه درس في كلية ويلز للطب في كارديف، والتي من المؤكد أن بعض أحيائها وقتئذ كان يسكنها أناس من جنسيات متعددة. بينما كان طالب الطب المصري الشاب يدرس في كارديف، التقى بممرضة من الريف الويلزي. بعدها بفترة اصطحبت ليلي ماي بالمر إلى هذا المنزل المتواضع في قرية بونتي بريد صديقها المصري كي يلتقي بوالديها. لم يكن أحد يستطيع أن يقول إن بونتي بريد كانت قرية متعددة الثقافات، فقد كانت دائما مجتمعا منغلقا لعمال مناجم الفحم. لعل الوضع لا يزال غريبا حتى يومنا هذا، فما بالك حينها. لابد أنه كان من المدهش أن تأتي إلى المنزل وتعرف عائلتها به، لأنه لم يكن من المألوف بتاتا لأي شخص من أي عرق أو لون أن يأتي إلى الريف في جنوب ويلز في ذلك الوقت. لعله كان من المستبعد جدا على سبيل المثال أن يأتي إلى المنطقة إيطاليون، فما بالك بشخص من مصر. كانت تشارلز والد ليلي عاملا في مناجم الفحم، ومثل الكثيرين من أبناء الطبقة العاملة في بريطانيا وقتئذ لم يكن ليقبل أن ترتبط ابنته بشخص أجنبي. قاعة بلدية فينزبري في شمال لندن. إلى هنا فر صالح ثابت وليلي بالمر عام 34 كي يعقد قرنهما. كانت أخت ليلي هي الوحيدة من بين أفراد العائلة التي حضرت في ذلك اليوم. أعتقد أنها كانت تقريبا فضيحة. أعتقد أنها أثارت الاستهجان والكثير من الاستغراب. ما الذي فعلته ليلي بزواجها من هذا الرجل؟ نحن لا نعرفه، إنه أجنبي لا يأكل نفس الطعام الذي نأكله. أعتقد أن ما حدث كان صدمة لسكان القرية عندما علموا بما فعلت. بعد سنتين وفي عام 36 سافر الزوجان إلى مصر وأنجب أول أبنائهما منير، الذي أصبح فيما بعد تلميذا وصديقا وصهرا لحسني مبارك.
وفي عام 41 وإبان الحرب العالمية الثانية ولدت سوزان صالح مصطفى ثابت. كانت قريتها نزل الثابت تحمل اسم العائلة التي كانت تملك معظم الأطيان المحيطة بالقرية. نشأت سوزي نشأة طفلة مدللة. أما طفولة حسني مبارك فقد كانت على النقيض. كان يمشي 4 كيلومترات يومياً كي يذهب إلى المدرسة الثانوية. كما هو حال هؤلاء الصبيان في قريته اليوم، كان يعشق الرياضة ولم يفتر لديه ذلك العشق أبداً. وكما هو حال معظم الصبيان فقد كان الالتحاق بالجيش بالنسبة له هو أحد الطرق للانعتاق من الفقر. لم يكن ذلك بالأمر السهل، فالالتحاق بالجيش كان يحتاج إلى توصية. لحسن الحظ كان والده يعمل كاتبا في محكمة شبين الكوم. قد تبدو علاقات، مش عايز أقول يعني شفقة، لكن تبدو علاقات تعاطف من معارف والده في المحكمة. مستشارين وقضاء تدخلوا لإدخال مبارك الكلية الحربية. منذ أن غادر مبارك قريته للالتحاق بالكلية الحربية لا يذكر أنه عاد إليها مرة أخرى. السبب الأول أن العلاقة بينه وبين والده ربما لم تكن علاقة جيدة مع الأعمام والأخوال. الأمر الثاني أنه لم يكن هو بالأساس محباً للقرية ولا للناس ولا ودودا في التعامل معهم. في عام 49 تخرج مبارك من الكلية الحربية ملازما في اللواء الثالث مشاة، لكن عمله في الجيش لم يستمر طويلا. بعد 4 أشهر من تخرجه أعلنت الكلية الجوية عن قبول دفعة جديدة من المتدربين. لم يكن مبارك ليضيع تلك الفرصة. نعم، هذا هو الملازم محمد حسني مبارك، الطيار في سلاح الجو الملكي المصري. بعد تخرجه في مارس آذار عام 50 ألحق مبارك بسرب مقاتلات من طرازي سبيتفاير وهراك. لكن مع مطلع الخمسينات دخلت مصر عصر الطائرات النفاثة بأول سرب من طائرات ميتيور البريطانية. تم اختيار مبارك للتدرب على المقاتلات الجديدة. كان اختيارا يدعو للفخر، لكنه ايضا كان اول خيبة امل في حياته. عشان تطير مقاتلات you need to have a lot of قدرات في اتجاهات كتير معينة، منها سرعة اتخاذ القرار، منها سرعة رد الفعل، منها انك انت يكون عندك مبادرة. لا، هو ما كانش سريع القرار ابدا، ما كانش ردود افعاله سريعة. عندما فشل مبارك في التدريب على طائرات الميتيور تمت إعادته إلى الكلية الجوية لتدريس الطيران. هو قعد في كلية الطيران فترة، وهناك لقى نفسه لأن هو بطبعه عنده نوع تعالي شوية الاستبداد السلطوية. وانت بقى بتدرس لطلبة محدش هيقاومك، انت ما عندكش كابابيلتيز في المجالات الأخرى، فلقيت نفسك بقى في الكلية. في اللحظة التي تغير مسار حياة مبارك كان التغيير قدر مصر أيضا. في 23 يوليو عام 52 قامت مجموعة ضباط الأحرار بانقلاب عسكري على الملك فاروق. لم يدعي مبارك أبدا أنه شارك في هذه العملية. بعد 3 أيام من الانقلاب على الحكم خرج فاروق من البلاد عن طريق البحر إلى المنفى، وتحولت مصر إلى جمهورية.
داوم الرئيس جمال عبد الناصر على حضور حفلات التخرج في الكلية الجوية، وكان من الطبيعي أن يلتقي بمبارك، لكن مبارك لم يكن راغبا في السياسة بتاتا، بل كان يريد أن يواصل الحياة التي يعيشها. الحقيقة هو لم يكن لديه أي حياة خارج نطاق الكلية. يعني هو لكن بينزل أجازة يروح كفر مصالحة، لأنه هو مقطعهم وده شيء معروف للكل يعني، ولا كان عنده بيت في أي حتة ولا كان له أصدقاء، فكان هيعمل إيه غير أنه يقعد في الكلية. تغير كل ذلك بطريقة درامية عندما اصطحبه تلميذه منير ثابت إلى ناديه ليريدو في صيف عام 58. قلت لكم سابقا كانت تلك هي الدعوة التي غيرت حياته. بعد ذلك بعام واحد تزوج حسني مبارك من سوزان ثابت، كان هو في 31 وكانت هي في 18. هنا سكن في ضاحية مصر الجديدة الراقية، وحتى يومنا هذا لا يزال اسمه مكتوبا على صندوق البريد. كان يعني ما بيخلش خالص بالجيران، كنت أراه وأنا رايح الجامعة الصبح، هو كان العربية الجيب بتاعته تيجي صباح الخير صباح الخير، فهو وأسرته كانوا إلى حد ما يميلوا إلى الأسرة المغلقة، ما كانوش متسعين على جيرانهم، ما كانش في أي تزاور بعكس الجيران اللي كانوا موجودين تانيين في البيت. كانت أسرة سوزان تسكن قريبا منهما، أحب العريسان المكان، وسكن هذه الضاحية لأكثر من 50 عاما. مبارك كان يحتاج إلى نافذة على العالم الراقي، على المجتمعات يعني العليا في مصر، لأنه كان يبحث عن صعود اجتماعي، وسوزان ثابت كانت تبحث أيضا عن شخصية. يعني في الوقت ده هو كراجل طيار قدامه مستقبل ضخم جدا، فعندما ترتبط به يمكن أن تكون لها أي مكانة أو أي دور في المجتمع. في نفس السنة التي تزوج فيها مبارك عاد مرة أخرى إلى الطيران. اشترت مصر سربا من قاذفات اليوشن 28 من الاتحاد السوفيتي، واختير مع غيره لقيادة تلك الطائرات. وفي عام 62 عندما حصلت مصر على 30 من قاذفات توبولوف 16 الثقيلة، انتقل مبارك لقيادة الطائرات الجديدة. قد لا تكون تلك طائرات مقاتلة، لكنها كانت على الأقل وحدات قتالية. القاذفات عادة بيبقى ماشي في الروت بتاعه محمي بالمقاتلات، طائرته تقيلة مش مانوفرابل زي المقاتلات، وبالتالي مش محتاجين منه أيوة أنه يكون عنده الكابابيلتيز دي يعني. وبما أن سعادة الإنسان لا تكتمل إلا بالأولاد، لم تتأخر سوزان في إهداء مبارك صبيين، أكبرهما علاء وجمال الذي ولد بعد أخيه بسنتين في عام 63. الولدان هما قرة عين والدهما. الأب يمكن أن يترك أي عمل في العالم ليستمع عن خبر أن أحدهما، أو يطلب ميزة له، أو يتحدث عنه، يعني يتحدث عن أولاده بكثير من المودة والعطف والعاطفة. لم تترك مهام مبارك في القوات الجوية مجالا كبيرا لأسرته، فقد تمت ترقيته لقيادة لواء القاذفات الثقيلة، وأخيرا تحقق حلمه في القيام بمهام قتالية، ولكن ليس ضد إسرائيل. إنها قصة طويلة، خلاصتها أن حكومة الجمهورية اليمنية طلبت من مصر المساعدة في حربها ضد القبائل الموالية للأسرة الملكية في اليمن، وهكذا انتهى الأمر بمبارك إلى قصف رجال القبائل اليمنية، لكن بعد بضع سنوات سيجد نفسه في الجانب الذي يتلقى الضربات. في 5 يونيو حزيران عام 67 شنت إسرائيل هجوما على مصر، وخلال الساعة الأولى كان معظم سلاح الجو المصري قد دمر على الأرض. كان مبارك وقتئذ في الجو يقود مهمة تدريبية بمشاركة 10 قاذفات، اتجه جنوبا إلى الأقصر ظنا منه بأنه سيكون هو وطائراته في مأمن،
لكنه كان مخطئا. في غضون دقائق من الهبوط دمر الإسرائيليون كل طائراته أمام عينيه. لم تهزم مصر كدولة فحسب، بل كانت المسألة إهانة شخصية لمبارك أيضا. بدلا من العودة جوا إلى القاعدة، كان عليه هو وطواقمه الرجوع بالقطار وهم لا زالوا يرتدون بالذات الطيران. أكيد أكيد كان حاسس بأسى شديد وحزن شديد، والهزيمة وحشة، الهزيمة وحشة أوي 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 في منتهى القسوة. من بعد يعني فخار وإحساس بالقوة يحصل اللي حصل، طبعا أنت بتنطوي تماما وبيحصل لك أزمات نفسية شديدة. كلنا حصل لنا الحكاية دي الحقيقة، في ناس عدوا منها وفي ناس ما عدوش وبطلوا طيران خالص. كان مبارك واحدا ممن لم يعودوا أبدا إلى الطيران، والسبب أنه كلف بقيادة الكلية الجوية. كانت الأولوية القصوى هي إعادة بناء القوات المسلحة، وقد كان مسؤولا عن تخريج الطيارين الجدد. هذا الرجل كان كفء في هذا المجال، لابد أن التاريخ العسكري يشهد له أن هو خرج من تحت إيده في الكلية الجوية لا يقل عن 380 من أكفأ الطيارين القوات المسلحة اللي بعد كده قدرنا نخش بيهم حرب 73. في مارس آذار عام 69 وصل الرئيس عبد الناصر إلى الكلية الجوية في زيارة مفاجئة. عندما تقدم مبارك للتحية عبد الناصر التفت إليه وسأله: أنت بتعمل إيه هنا؟ اعتقد مبارك أن ذلك يعني نهاية خدمته العسكرية، ولكن الرئيس قصد شيئا آخر. فخلال أشهر قليلة تمت ترقية مبارك إلى منصب رئيس أركان القوات الجوية. لكن ناصر لم يعش طويلا بعد ذلك، ففي سبتمبر أيلول عام 70 توفي بنوبة قلبية عن 52 عاما. ومن حسن حظ مبارك أن كان لديه حظوة لدى خلف عبد الناصر ونائبه أنور السادات. فبعد 18 شهرا من حلف السادات اليمين الدستورية تم تعيين مبارك قائدا للقوات الجوية. كان يعرف جميع ضباط القوات الجوية بالاسم ثلاثي، ويعرف كل حاجة عن حالتهم العائلية واللي عنده مشاكل. دي كانت خلت معظم الجيل اللي بتاع 73 اللي اشتغل معاه ده ان احنا كنا مستعدين نرمي نفسنا في النار. عشان اكتوبر تشرين الاول عام 73 كانت مصر مرة اخرى على موعد مع الحرب، لكنها كانت معركة مختلفة هذه المرة، وكان الطيارون على مستوى المسؤولية. في فبراير شباط عام 74 أقام الرئيس السادات احتفالا في مجلس الشعب تكريما لأبطال حرب أكتوبر. تم الترقية مبارك إلى رتبة الفريق، لكن أشياء أخرى كانت في انتظاره. مطلع أبريل نيسان عام 75 كان الفريق حسني مبارك في 47 قائدا للقوات الجوية المصرية، وهو ما يعد بالتأكيد ذروة طموحه العسكري، لكنه لم يكن يتوقع أن يصل إلى أبعد من ذلك. على الهاتف تم استدعائه لاجتماع مع الرئيس السادات. هل ستكون أخبار سارة؟ وظيفة مدنية مريحة مثلا؟ قال مبارك فيما بعد إنه حلم بمستقبله وهو يمر في شوارع القاهرة متجها إلى منزل السادات رئيسا لشركة مصر للطيران. أم سيكون منصبا أفضل، سفيرا في لندن؟ كان ذلك
أقصى ما يمكن أن يحلم به مبارك. في علاقة كده خفية ما بين المصريين ولندن، يعني مش لمبارك بس، يمكن لغة، يمكن دايما الإعلام بيفوكس على حاجات في لندن، الأفلام الإنجليزية اللي كنا بنشوفها وإحنا صغيرين، المناظر السياحية بتاعت لندن، فدي حاجة عند المصريين كلهم مش عند مبارك. في هذا جزء من الحقيقة، لكن مبارك كانت له أسبابه الخاصة. يجب ألا ننسى أن زوجته سوزان نصف بريطانية. تخيل شعورها الغامر وهي تعود إلى بلد والدتها كزوجة للسفير. وهي تتبضع في متاجر لندن الراقية، وهو يلبس بدلات يخيطها له خصيصاً أشهر خياطي المدينة، وربما يكتب اسمه على هذه البدلات. بعد 25 سنة من العمل المخلص في القوات المسلحة، كان ذلك هو أقل ما يستحقه. كان يحب الأناقة، يحب الأحذية، كان يحكي لي أنه بيلبس جزم من الخمسينات، ساكسون، جزم إنجليزية، وكان يلبس بدل كثيرة ويغير، يعني كان مغرما باللبس شوية. إذا كانت أحلامه كلها منصبة على الأحذية والبدلات، فقد كان الواقع عندما وصل إلى منزل السادات أبعد مما سمح له به خياله. كان أمله أنه يعينه رئيس مصر للطيران، أو يعني إذا زادت شوية يعينه محافظ، وإذا ضربت علوي قوي يعينه سفير. فلما عينه نائب رئيس الجمهورية حصل له نوع من الخلل، حتى ضرب تعظيم سلام اهتزت القاعة من خبط في بعضها. قد لا يكون ذلك شيئا توقعه أو طلبه، لكن منصب نائب الرئيس جلب امتيازات كثيرة لأفراد العائلة. فكما يمكن أن تتوقع لشخص في هذا المنصب، خصصت للعائلة فيلا جميلة في ضاحية مصر الجديدة. وبالنسبة للولدين، أصبح بإمكانهما الالتحاق بالمدرسة التي درس فيها ابن الرئيس السادات، مدرسة سان جورج. لا، أنا جمال بالتحديد كنت أدرسه في إعدادي في مادة الرياضيات. جمال كشخصيته كطالب كان ملتزم جداً جداً، لدرجة إن هو كان مهتم جدا بنظافة لبسه، مش عشان هو ابن رئيس جمهورية، يبدو انه ده الكاركتر الخاص به هو. ما كانش يحب انه يتصرف تصرف غلط ينتقد عليه. علاء هو اللي كان يعشق الرياضة والكورة على وجه التحليل، يعني كان فريق الكورة بتاع المدرسة، هو محبوب بين اصحابه جدا. يعني لو هعمل مقارنه بينه وبين جمال، لا، جمال بيؤدي حاجته وخلاص. علاء لا، علاء اتحرك وطول. ثمة مصادفة تثير الاهتمام، فزوجة الرئيس السادات جيهان نصف بريطانية، وزوجة النائب مبارك سوزان نصف بريطانية. كانت جميع الأعين موجهة نحو جيهان. أما سوزان وحسني فاختار البعد عن الأضواء وسار في ظل السادات وزوجته. عندما عادت جيهان إلى الجامعة، قررت سوزان أن تحذو حذوها. وهكذا وفي سن 34 التحقت بالجامعة الأمريكية لدراسة علم الاجتماع. كانت سوزان مبارك تلميذة مجدة مجتهدة، ما كانتش يعني حدث الذكاء، ولكنها كانت فوق متوسط من الذكاء. كانت حريصة على أن تظهر بمظهر المهموم بمشكلات مصر. بعدما حصلت على الليسانس، تقدمت سوزان للحصول على الماجستير. كان موضوع الرسالة الفقر في مصر.
لأول مرة ذهبت إلى أماكن في مصر لم تكن قد رأتها من قبل. شتان ما بين سوزان ودرجاتها العلمية وزوجها الرجل ذوي الخلفية العسكرية. لا أعتقد أنه كان يواظب على قراءة الصحف قبل أن يكون نائبا لرئيس الجمهورية. لا أعتقد أنه فرغ من قراءة كتاب معين. الرجل كان ميدانيا يحب الالتحام بالناس والحديث، ولكنه لا يحب القراءة ولا يتحمس للكتابة. وكانت شغلته في الأول أنه يؤدي رسالة، يجيب رسالة، يحضر عزة، يرم بالمشاوير اللي تحتاج جهد، يسافر الصين، يسافر هنا، وكانت سفرياته كتيرة، يعني ما كانش يمر شهر غير ما يسافر في بلد. لا أعتقد إن كان مبارك يتذكر عدد البلدان التي زارها خلال 6 سنوات ونصف التي كان فيها نائبا للرئيس. ربما كان يسافر باستمرار، لكنه في الواقع لم يكن له أي دور مهم، كان يعيش فقط في ظل السادات. تقديري الشخصي أن الرئيس السادات لم يكن ينتوي أن يظل مبارك نائبا لرئيس الجمهورية، وأنه يكون هو اللي هيجي رئيس الجمهورية بعد كده، لأنه كان يعلم قدراته جيدا، ويعلم أنه خياله محدود جدا، وخبرته السياسية تكاد تكون معدومة. إنما هو كان ضابط كويس وسترونجلي بيلت قوي لجثمان، إنما ما كانش هنا في حاجة خالص. أقول لك إن هو رئيس بالصدفة ونائب رئيس بالصدفة وكل حاجة بالصدفة في نظام يعشق الولاء. السادس من أكتوبر تشرين الأول عام 1981. صدفة أخرى في حياة مبارك، لكن هذه المرة ستكون أهم الصدف على الإطلاق. قتل السادات 11 شخصا وجرح 28، أما مبارك فكان من الناجين. يعجز لساني وقد اختنق بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية والشعوب العربية والإسلامية والعالم كله الزعيم المناضل البطل أنور السادات. مات الرئيس، عاش الرئيس. كما حدث للسادات عندما توفي عبد الناصر فجأة، كان من الطبيعي أن يتولى مبارك كنائب للرئيس منصب رئاسة الجمهورية. خلف الأبواب الموصدة تمت الترتيبات لتوليه الرئاسة. كالعادة تقرر إجراء استفتاء شعبي، لكن النتيجة كانت أمرا محسوما، وهكذا أصبح حسني مبارك رابع رئيس لجمهورية مصر العربية. الرئيس محمد حسني مبارك. كنا في قصر العروبة وطلعين ووصلني، ولكن أنا بقيت رئيس وعمل رأس كده، وإحنا لسه في قصر، لسه مطلعنا يعني تقريبا على الباب، يعني يمكن لو كان الباب كان مفتوح، يمكن لو حد واقف كان شافه. وبقيت رئيس وكيش بسد. خلال أسابيع أطلق مبارك سراح جميع السجناء السياسيين الذين اعتقلهم السادات، بل تمت دعوة أول دفعة من المفرج عنهم إلى لقاء مع الرئيس الجديد. وعندما جاء حسني مبارك إلى المسرح لم تكن
قد أعدت له مراسم تمهيدية، يعني لم يكن الجمهور في مصر والمجال العام في مصر قد تهيأ لاستقباله كرئيس، وبالتالي فهو دخل من باب التواضع ودخل من باب قريب إلى الواقع، وبالتالي كان الجمهور مستعدا لأن يتآلف معه كرجل منضبط يمثل المؤسسة العسكرية. قد يبدو هذا الأمر غريبا الآن، لكن في ذلك الوقت عرف مبارك بالاستماع إلى أهل الخبرة واشتهر بالأخذ بالمشورة، أما الصفة الأبرز فيه حينها أنه كان قريبا من الجمهور. كان في هذا الوقت الرئيس رجل بسيط متواضع، ضرب جرس وطلب من زكريا عزمي ورقة وقلم عشان يكتب اللي أنا كسفيرة بقوله له. بيسألني على أبناء الخارجية مين المتميزين فيهم، إيه رأيي في تعيين فلان. الحقيقة الرئيس في فترة الثمانينات كان مختلف تماما، كان إنسان عادي وبسيط ومحب للعمل المظبوط. في السنوات الأولى من رئاسة مبارك للجمهورية أراد أن يكون مختلفا، وبدا عازما على اجتثاث أسوأ ما حدث في عهد السادات. قدم السيد عصمت السادات اللي هو شقيق الرئيس الراحل أنور السادات إلى محكمة القيام وإلى المدعي العام الاشتراكي للتحقيق في قضايا فساد اتهم بأنه يمارسها، ودي كانت محاكمة مهمة جدا، وأشاعت جو من الاعتقاد بأن هناك إصرار على أن يكون هناك الحكم طاهر ونزيه وأنه لن يترك أي فاسد دون أن يلاحق. أما بالنسبة لأفراد عائلته فكان من المفترض أن يكونوا أنقى من النقاء، ولم يكن مسموحا أن يكون هناك أي مجال حتى لأقل اتهام لهم باستغلال النفوذ. كانت سوزان قد حصلت على الماجستير، لكنه لم يكن من الوارد أن يكون لها أي دور بارز، وحرص زوجها على أن تبقى بعيدة عن الأضواء. الجمهورية احتفت بقدوم مبارك ونشرت صفحة عن السيدة الأولى الجديدة، فاحتد جدا مبارك على محسن محمد وزير رواها الأستاذ محسن محمد بنفسه يعني، وطلب منه منهم لا يتوسعوا في نشر صور زوجته لأنه راجل فلاح وما يحبش أنه بيته وأخبار بيته وأهل بيته يبقوا على المشاع. لندن، 2 فبراير شباط عام 83. أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس مبارك إلى بريطانيا كي يلتقي برئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر. اغتنم مبارك وزوجته الفرصة فالتقيا مع بيريل ابنة خال سوزان وزوجها ألان في واحد من أرقى فنادق لندن. In Claridge's Hotel. كان يقيمان لبضعة أيام في فندق كلاريدجز بلندن. وقد ذهبنا أنا وبيريل وحماي وحماتي وأولادي جميعا إلى هناك. أعتقد أننا كما نقول في ويلز ارتدينا أفضل ملابسنا. كان من الواضح أن سوزي وبيريل كانتا مسرورتين بلقاء بعضهما بعضا مرة أخرى، لأن سوزي كانت تهتم كثيرا بأصولها الويلزية. عائلة بالمر، عائلة سوزان الويلزية، يتبين من الإهداءات على هذه الصور المرسلة من مصر أنه رغم بعد المسافة بين سوزان وعائلة أمها إلا أنها بقيت قريبة منهم عاطفيا. لقبنا الدكتور ثابت بالاسم ساب، أما سوزان فقد عرفت دائما باللقب سوزي، وكان منير يعرف دائما بالاسم توني، والولدان فقد أطلق على علاء الاسم ألان، وعرف جمال بالاسم جيمي. هذه هي الأسماء التي كنا نعرفهم بها دائما. ألان وجيمي
علاء وجمال في قفص الاتهام مع والدهما. لم يكن هذا هو المستقبل الذي كان متوقعا لابني الرئيس من ذوي الحظوة وخريجي أفضل المدارس الخاصة والجامعات بمصر. فبعد مدرسة سان جورج حيث الدراسة كلها باللغة الإنجليزية، التحق الاثنان بالجامعة الأمريكية في القاهرة. علاء كان أكثر تواضعا وأكثر اجتماعية، بينما جمال كان على شيء من إما الجدية إما البرود، سميها بقى زي ما تسميها. جمال ما كانش بصراحة ليه وجود في الجامعة، علاء هو كان يعني اللي هو مش هقول انه كان ظاهر قوي، بس قصدي اذا في حد نسبيا ظاهر فكان هو علاء. جمال كان حاجة يعني، في اخوه تاني موجود هنا في الجامعة بس ما نعرفش مين. قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في القاهرة، هنا تخرجت سوزان بعد حصولها على درجتي الليسانس والماجستير، وكذلك الحال بالنسبة لعلاء وجمال. حضر الرئيس كل حفلات التخرج هذه، لم تكن ثمة مشكلة في اختلاطه بالناس في ذلك الوقت. بعدما حاز جمال على الماجستير في إدارة الأعمال، التحق بالعمل في مصرف بانك أوف أمريكا، أولا في القاهرة ثم في لندن. لم يعرف عنه أنه كان يتمتع بروح الدعابة، لكن من المؤكد أنه كان يتوفر على قدر من الموهبة كمصرفي. حي نايتسبريدج لندن، أصبحت المنطقة منذ زمن وطنا ثانيا للكثير من أثرياء العرب. هذا هو منزل جمال مبارك هناك. اليوم تقدر قيمته بعدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية. يعرف المصريون المقيمون في لندن أن هذا هو منزل ابن الرئيس، لكن القليلين فقط هم من تجاوزوا عتبة الدار. كان عايش حياة طبعا غير الحياة بتاع مصر، يعني هو كان فقط بنشوفه في عربيته الديملر، كان مش مختلط بالكوميونيتي. بينما كان جمال يعيش في الظل في لندن، كان الوضع مختلفا بالنسبة لشقيقه الأكبر علاء في القاهرة، فبالنظر إلى الإشاعات التي كانت تحوم حوله كان والده قلقا عليه. كان مشغول بجواز علاء، عايز يجوزه بسبب الإشاعات وخايف عليه وعايز يبقى عنده أحفاد وبعدين هو أنجب برضو وهو كبير نسبيا. كانت سوزان هي التي عثرت على عروس لعلاء، فأثناء حضورها لحفل زفاف في مطلع التسعينيات وقع نظرها على وجه مصري جميل. تزوج علاء وهايدي راسخ عام 93 وسكن في هذه البناية في مصر الجديدة غير بعيد عن والديه. من المؤكد أن أسرة مبارك كانت أسرة متمسكة بعاداتها ونظامها. لم يتخلى الرئيس أبداً عن الانضباط الذي التزم به كعسكري. هو الرئيس رئيس مبارك يعشق الرياضة، ورياضة عنده شيء أساسي في حياته، وفي عز الحروب والأزمات كان لازم يخلق المعاد اللي هو يعني ممكن ساعتين الرياضة بتوعه دول يعملهم الصبح، يعملهم الظهر، يعملهم بالليل، إنما حاجة مقدسة عنده. العام 87 ومبارك يبدأ ولايته الثانية. في وقت من الأوقات لم يكن يظن أنه سيترشح لفترة ثانية، لكن عندما حانت اللحظة لم يستطع مقاومة الإغراء والاستمرار في السلطة. ظن الشخص الذي كان ضابطا متواضعا في سلاح الجو أن بإمكانه أن يسير على خطى العظماء. شفنا زعيم وزعيم عملاق، تختلف أو تتفق معاه، جن معلم فاهم واعي يلعب بالبيضة والحجر، رجل دولة حقيقة إنه سادات. ثم جن في الأول موظف مش عارف حاجة خالص حتى الوظيفة، وبعدين فرح بيها وصدق، وبعد ما كان بيسأل في كل حاجة تصور إنه معاه دكتوراه في الفلسفة ودكتوراه في القانون ودكتوراه في الكيمياء وفي الطب وفي التشريح، يعني بدءا من 88 وانت طالع
بيعرف كل حاجة. مر الزمن سريعا وحل عام 93، العام الأخير في ولاية مبارك الثانية، والدستور يقول إن عليه أن يرحل. أما البرلمان فيقول غير ذلك، وها هو يقوم بتعديل الدستور ليستطيع مبارك الترشح لولاية ثالثة. أي إنسان في العالم يقعد في الحكم مدة طويلة حتى إذا جبت أفضل الناس وكان عنده سلطة مطلقة بيحصل تغيير في الشخصية تماما، انه بيتوحد مع الكرسي، بيتوحد مع السلطة، بيعتبر ان هو المسألة بتاعته ما تجيش من الشعب او البرلمان، المسألة بتيجي من ربنا او التاريخ. اي انسان اذا جبت نبي ممكن يتغير. لعله لم يكن يظن انه نبي، لكن عام 95 حدث ما عزز شعوره بالخلود. بعيد وصوله إلى أديس أبابا لحضور إحدى القمم الأفريقية، هوجم موكب السيارات الذي كان يقله. خلال الاشتباك الذي أعقب ذلك قتل حراس مبارك المسلحين ونجا الرئيس دون أن يصاب بأذى. كانت أسلحة الموت. وعندما عاد من إثيوبيا استقبلته مصر كلها استقبالا رائعا. إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله على أن تتحمل. هو رجل عظيم، هو رجل كبير، هو رجل يرتبط مصيره بمصير مصر ومصير مصر بمصيره. إنما كان ينتهي العقد الأخير في هذا القرن الماضي حينما كنا نبدأ الألفية الجديدة، أتصور أن مبارك كان يشعر بأنه فرعون حقيقي وأنه نصف إله. نصف إله أم فرعون؟ لا أحد يعلم ما الذي فكر فيه هو وأفراد العائلة، لكن ما نعرفه هو أنهم عندما أحاطوا أنفسهم ببهارج الثروة والمزايا تزايدت عزلتهم عن واقع العامة من المصريين. وكالفراعنة من قبل صدقوا أنه لابد من أن تنتقل تلك السلطة المطلقة من الوالد إلى الولد، وأن تقبل مصر أسرة مبارك أسرة حاكمة، قبولها بالقدر. في الثالث من شهر أغسطس آب عام 2011 بدأت في القاهرة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهم الفساد وقتل المتظاهرين. كان مع مبارك في قفص الاتهام ابناه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من قادة الشرطة السابقين. محمد حسني السيد مبارك. أفندم أنا موجود. ترى ما الذي كان يفكر فيه الدكتاتور ذو 83 عاما في ذلك اليوم؟ هل كان يعود بالذاكرة إلى رحلة العمر التي أتت به إلى هذا المكان؟ عشية سنة 2000 يجتمع العالم للاحتفال بمقدم الألفية الجديدة، ومعها يأتي الأمل في بدايات جديدة، ولكن ليس في مصر. قبل أقل من 3 أشهر كانت مصر قد احتفلت بشيء مختلف بعض الشيء، لكنه مألوف بعض الشيء أيضا، إعادة انتخاب حسني مبارك لولاية رئاسية رابعة.
يا له من تضارب مع أول وعد قطعه على نفسه قبل 18 سنة. لما طلع هو وتولى رئاسة الجمهورية وأقسم اليمين، كان أول خطبة لي أو أول كلمة لي أنه هو هيبقى المدة لا تزيد عن مدتين كرئاسة الجمهورية، أنه هو الخطبة بتاعته لم تزيد عن 20 دقيقة على الإطلاق. الحاجة الثالثة أن زوجته لن تظهر في وسائل الإعلام على الإطلاق، ولا يقبل أن يوضع اسمه على أي منشأة أو أي حاجة تتعمل في البلد زي الآخرين. كان الرجل الذي تولى الرئاسة عام 81 مختلفا عن الشخص الذي كان ممسكا بزمام الأمور عام 99. وماذا عن كل الوعود التي قطعها على نفسه في تلك الأيام الأولى؟ طالها النسيان وتبخرت. ابتدى بقى المنافقين اللي حواليه، ده انت خلاص هتمشي وفضل لك قد ايه، واحنا ما نقدرش نستغنى ولازم تستنى ولازم تعمل علاوه على العائله، والعائله مش القريبه منه بس، العائله اللي بقول الزبانيه اللي موجودين حواليه. كان مبارك اول الامر قد اختار ابقاء زوجته بعيده عن الاضواء، لكن سوزان قامت في سنوات الرئاسة الأولى بأنشطة محدودة كانت مقبولة وقتها من المصريين. لم تحظى الأصول العائلية لسوزان ثابت بالدعاية الكافية، لقد كانت نصف ويلزية. والدتها نشأت في قرية بونتي بريد الصغيرة، إحدى قرى عمال مناجم الفحم. لم يمهل القدر ليلي ماي بالمر ابنة عامل مناجم الفحم البسيط كي ترى هذه اللحظة ابنتها وهي تلتقي بالملكة إليزابيث باعتبارها سيدة مصر الأولى. هل بإمكان الحياة أن تمنحك أفضل من ذلك؟ بحلول عام 93 تشجعت سوزان أيضا على أن تبدأ أول نشاط رسمي لها كسيدة مصر الأولى. على مدى السنوات 17 اللاحقة استطاع مشروع القراءة للجميع أن يوزع ملايين النسخ من الكتب على المصريين بأسعار مخفضة، لكن العيب الوحيد لمشروع السيدة مبارك هو أن صورتها كانت تطبع على أغلفة الكتب بدلا من صور مؤلفيها. لا، هي محبة بقى للفنون والموسيقى بالذات، والأوبرا والموسيقى الكلاسيك والموسيقى حتى الأوروبية والموسيقى العربية، فهي يعني مدركة ده وقارئة ممتازة، ولأنها انت عارف انها درسة في الجامعة الأمريكية ومعها ماجستير في السوسيولوجي. بينما كان الرئيس يستحوذ على المزيد من السلطة، كانت زوجته تصنع لنفسها حاشية خاصة وتحيط نفسها بالوزراء وكبار المسؤولين. ملاش أي وضع دستوري، هي مجرد زوجة الرئيس فقط، إنما يعني السيدة الأولى رايحة والسيدة الأولى جاية وتتحدث هنا وتعلق هناك، وحضرتك ما كنتيش معقولة امبارح في الخطبة، الكلام امبارح كان هايل. المصريون ينافقون صاحب السلطة حتى يتصور أن هذا صحيح فيتحول إلى دكتاتور صغير. And this, to use Taha's words, is truly awesome. حين بدأت سوزان مبارك تستأثر بالأضواء، كان ابنها الأكبر علاء قد بدأ يتغير بعدما تزوج واستقر. وبعدما ترك أيام العزوبية وراء ظهره، أصبح علاء أباً للمرة الأولى. ولد محمد الذي سمي على اسم جده عام 97 ليخطف عقل وقلب الرئيس، ولعله ذكره بالطفولة السعيدة التي لم يتمتع هو بمثلها. محمد علاء يقال في أحد المرات مثلا كان يمسك برشاش، رشاش لعبة يعني، إذا ما دخل أحد المسؤولين وأطلق عليه
الرصاص يعني بدون رصاص، رصاص اللعبة يعني، إذا لم يسقط على الأرض ويدعي الموت هنا يغضب محمد غضبا شديدا. ففي إحدى المرات دخل إلى الرئيس في المركز الرياضي مسؤول كبير كبير يعني، فإذا بمحمد يمسك بالرشاش ويطلق عليه رصاص، فابتسم الرجل فنظر محمد إلى جده قال له يا جد ما وقعش، فنظر إليه الرئيس وقال له أنت ما متش ليه، انزل موت. بينما كان الرئيس وحفيده يلعبان لعبة التنشين على المسؤولين، كان علاء الابن الأكبر للرئيس يلعب لعبته الخاصة، وكانت اللعبة هي النفوذ الذي يمكن أن يقترن باسمه في طول البلاد وعرضها. تغول وتوغل علاء مبارك بعد عام 88، فبدأ يدخل في شراكة أحيانا غير مقبولة لعدد ملموس من رجال المال والأعمال، بس كان غالبا اسمه ليوضع، اللي كان الصيغة اللي كانت مقبولة إنه هو فاسيليتيتور، مسهل للأعمال من خلال اتصالاته التليفونية، من خلال قدرته على التأثير على بعض الوزراء، وبالتالي كان يسهل كثيرا من الأعمال. الحكايات في مصر على بيزنس أولاد مبارك وصلت لدرجة التنكيت، يعني في النكتة الشهيرة يعني اللي هو واحد أهواجي حاطط صور رؤساء الثلاثة، حاطط صورة عبد الناصر وصورة السادات وصورة مبارك، فواحد داخل القهوة بيقول له دول مين؟ قال له ده الرئيس عبد الناصر اللي قام بثورة 52، وده الرئيس السادات اللي عمل حرب أكتوبر، وده أبو علاء شريكي في القهوة. بينما كان علاء يجمع المال ويتوغل في النفوذ في مصر، لم يكن شقيقه الأصغر جمال غافلا في لندن، والتي كان يقيم فيها منذ أواسط الثمانينيات. كان جمال مجرد مدير لفرع مصر في بانك أوف أمريكا، لكن الشائعات كانت تتواتر عن غسيل للأموال وعمليات أخرى مشبوهة. وبصرف النظر عما كان يفعله وراء الستار، كان يبدو أن جمال ينتظر بهدوء أن يحين الوقت لفرصة أكبر في بلاده. ذهبت إلى لندن مرة أو اثنين، دعاني إلى الغذاء معه من فريدين في مطعم خلف هارودز، وكان مهتما بالسياسة المصرية الداخلية ويسألني في بعض الأمور ويعلق على البعض الآخر. يعني شعرت أن شهوته للعمل العام كانت في مرحلة التفتح. يونيو حزيران عام 2000، وفاة رئيس ونشأة أول أسرة جمهورية حاكمة في تاريخ العالم العربي. مات حافظ الأسد بعدما حكم سوريا لثلاثة عقود. تسمية الرفيق الدكتور بشار الأسد قائدا لمسيرة الحزب والشعب في القطر العربي السوري. بعد أيام قليلة من الجنازة، تم تعديل الدستور السوري ليتمكن ابنه طبيب العيون بشار ذي 34 عاما من تولي الرئاسة. أقسم بالله العظيم. وحيث سنت سوريا هذه السنة، شعر آخرون برغبة شديدة في اتباعها على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي. الرئيس بشار الأسد تولى السلطة بعد أبيه. علي عبد الله صالح كان يجهز ابنه أحمد، صدام حسين كان يجهز ابنه عدي أو قصي، معمر قذافي كان يجهز ابنه سيف، وهكذا. أصبحت بما إنها موضة سائدة في المنطقة، فهذا الطموح أصبح ينتاب الزوجة والأم ويلح عليها بطريقة قوية جدا. بالنسبة لسوزان مبارك كان الأمر أشبه بالفكرة العبقرية، على أن يكون الشخص المختار هو ابنها الأصغر جمال الذي كان وقتها قد عاد نهائيا من لندن. لا ينبغي فقط أن يدفع كي يخلف والده في الوقت المناسب، لكن براعة الخطة قضت بأن لا يهتم الرئيس الجديد جمال مبارك بملاحقة أخطاء الرئيس السابق حسني مبارك. وبهذا يمكن أن يبقى كل شيء بيد العائلة. إصرار سوزان مبارك على إنجاح مشروع التوريث
لم يكن فقط بسبب سياسي أنها كانت تريد أن تحتفظ بمكانتها فتتحول من زوجة الرئيس إلى أم الرئيس فيما يشبه الملكة الأم يعني. لكن كان هناك سبب نفسي مهم جدا في تحريك هذا السيناريو، أن سوزان مبارك كانت تتعامل على أنها من صنعت مبارك، وهي التي يعني مهدت له الطريق لأن يصبح في هذه المكان، ويمكنها أيضا أن تصنع مبارك آخر وهو تمثل في ابنه. كانت الدرجة الأولى لجمال في سلم ارتقاء سدة الحكم هي انضمامه إلى الحزب الحاكم، الحزب الوطني الديمقراطي الذي لم يكن وطنيا ولا ديمقراطيا. منذ البداية راح جمال يشق طريقه نحو السيطرة على الحزب. بعد أقل من سنتين أصبح المصرفي السابق رئيسا للجنة السياسات، وهي اللجنة الأقوى في الحزب والتي أنشئت خصيصا ليترأسها. هو والده كان يرى فيه نبغة، وكان يحكي لي أنه أخذ الجي سي إي في أقصر مدة ممكنة واختصر سنة بالكامل، فكان الأب يرى في الابن عبقرية ويحترم آراءه ويستمع إليه جدا. بعد أن فرض النجل العبقري سيطرته على الحزب، تولى أيضا المسؤولية في مكتب والده، وأصبح جمال هو واسطة العقد بين الرئيس والآخرين. لكن بقيت مشكلة، فالرئيس نفسه لم يصدر عنه ما يدل على رغبته في التنحي لصالح ابنه. كان معارضا للتوريث في المرحلة الأولى، ليس حرصا على مصلحة البلاد، ولكن الرئيس كان لديه أنانية مفرطة وحب للذات مفرط دائما، فكان يريد هو أن يبقى على الكرسي، إلى درجة أنه مرة قال لهم وأنا ما أسيب الرئاسة حاول أخرط بصل. وواكب مسيرة الإصلاح والتنمية. نوفمبر تشرين الثاني عام 2003 كارثة. بينما كان الرئيس يلقي خطابا في مجلس الشعب سقط مغشيا عليه. قطع التلفزيون المصري البث الحي، لكن بعد ماذا كانت الصورة قد انكسرت. بعد 6 أشهر مرض مبارك مرة أخرى. هذه المرة سافر إلى ميونخ في ألمانيا لجراحة في الظهر. أتذكر أن ذلك كان في يونيو حزيران، وكان الجو ممطرا وفظيعا. لقد جاءوا به على كرسي المتحرك لأنه كان يعاني ألما شديدا ولم يكن يستطيع المشي، وكان الوضع أشبه بوضع الطقس السائد وقتها. سارت الجراحة التي استغرقت ساعة ونصف سيرا عاديا، وأخذ الرئيس يتعافى. لكنه بينما كان يقضي فترة النقاهة في المستشفى بألمانيا، راجت الشائعات في القاهرة بأنه مات أثناء إجراء العملية. كان من السهل على مبارك أن يضع نهاية لهذه القصص بأن يظهر على التلفزيون، لكنه كان تواقا أيضا لأن يعود إلى مصر. كان إحساسي دائما هو أنه يريد أن يعود إلى مصر بأسرع ما يمكن كي يبين أنه بخير. وأتذكر أن هدفه الأول في تلك الأيام التي عقبت الجراحة هو المشي بأكبر قدر ممكن وأن يصعد السلالم. أتذكر ذلك لأنه قال لي إنه يريد أن يترك المستشفى بأسرع ما يمكن، لكنه لن يفعل ذلك ما لم يكن قادرا على نزول سلم الطائرة كي يثبت أنه ها أنا قد عدت وبكامل صحتي. بعد أيام من عودة مبارك إلى مصر، تظاهر بتمثيل دور الرجل القوي مرة أخرى، فقام بتغيير الحكومة وضم وجوها جديدة كوزراء معظمهم من رجال الأعمال وأعضاء في لجنة السياسات. في شوارع القاهرة سميت الحكومة حكومة جمال مبارك. شوف، عندما ظهر الجيل الجديد اللي هو ابنه وأصدقائه وشلته من رجال الأعمال الصغار، يعني تغيرت الأمور. انت عارف زي ما رجل تقدم به السن فأعطى مقود السيارة لابنه، فدخل بينا كلنا في الحيطة.
رويدا رويدا اتضحت خطة جمال الطموحة للاستحواذ على السلطة بدلا عن والده العجوز. وحين اقترب موعد انتخابات الرئاسة عام 2005 قال البعض إن الوقت قد حان كي يخطو جمال خطوته الكبيرة، لكن العجوز لم يكن ليستسلم بسهولة. كانت الرسائل المرسلة إلينا من الأب تقول إن جمال لم يكن جاهزا بعد، وإنه أي مبارك يريد المكوث أكثر في الرئاسة. لو عدت بالذاكرة كان هناك دائما تأكيد من مبارك ملخصه أنه ليس ثمة من يمكن أن يحل محله، وأنه الوحيد القادر على إدارة شؤون مصر. وأعتقد أن تلك الرسائل عن ابنه كانت جزءا لا يتجزأ من إقناعنا بأنه لا يمكننا أن نستغني عنه. أخوض هذه الانتخابات سبتمبر أيلول عام 2005، والرئيس الذي كان ذات مرة قد تعهد بأن لا يبقى رئيسا إلا لولاية واحدة كان هو نفسه في وسط حملة انتخابية لولاية خامسة. وكانت لديه أيضا مفاجأة أخرى للناخبين. هذه المرة وبعد تعديل الدستور سمح لهم أن يصوتوا لصالح مرشحين آخرين. المشكلة هي أن شروط الترشح كانت مدروسة جيدا، بحيث لم يستطع سوى أشخاص ليست لديهم فرص كبيرة منافسة الرجل الذي حكم البلاد لربع قرن من الزمن. لم يفاجأ أحد عندما فاز حسني مبارك بأغلبية كبيرة. بالنسبة للسيدة الأولى ربما تكون خططها الرامية لتوريث السلطة إلى ابنها لتتحول إلى الملكة الأم قد تعطلت مؤقتا. لكن الواقع هو أنها استمرت في الهيمنة على مشروع أسرة مبارك الرئاسية، فبدأت سوزان من جديد تسعى إلى تحقيق هدف لا يخلو من الجرأة. جالها هوس اسمه لازم تاخد جايزة نوبل. فاروق حسني ندعمه عشان يروح اليونسكو عشان يجيب لها جايزة نوبل. نعمل حركة المرأة والسلام عشان نجيب جايزة نوبل. نسافر نتكلم وناخد مش عارف وسام ايه، نعمل القراءة للجميع، نشوف الأطفال. يعني ما كنتش تحس إن في ولا حاجة تلقائية، كل حاجة كان ليها غرض، والغرض ده كان شخصي ينتسب ليها. Un invitation de mon épouse Bernadette. لا نعرف أوهام العظمة التي لابد أنها ألهمت سوزان مبارك بالظن أن بإمكانها أن تترشح لجائزة نوبل للسلام. لكن ما تأكد بحلول عام 2008 هو أن زوجها الذي ناهز 80 قد تزايدت عزلته بفعل الحماية المفروضة عليه من الزوجة والابن لإبعاده عن الحقائق المزعجة. أنا أؤيد أن يعني كانوا في كثيرين ما بيوصلوش المعلومات كاملة للرئيس إلا حتة، دايما إلا حتة اللي ما تضايقهوش. لو حاجة يعني تقلق تضايق بتاع يقول لك بلاش يعني تضايقه عشان المود بتاعه يبقى كويس. يعني لم يصدق أحد عندما عرض فيلم طباخ الريس في دور السينما. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك يا ريس. قولي هتوكلنا ايه النهارده؟ كان الفيلم ناجحا جدا وكان حديث الناس كلهم. انا عايز شوية شوربة عدس. ثمنه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس. كان الكل يعرف أنه رغم قول منتجي الفيلم أن قصته خيالية، فقد كانت القصة الحقيقية لرئيس معزول. كان مصدر المعلومات الوحيد الموثوق لديه بالنسبة لما كان يدور في البلاد هو موظف بسيط. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. في السينما كان الطباخ، في الواقع كان محمد عشوب المكير الخاص بالرئيس.
الرجل ده لما كان بيصحى من النوم كل اللي حواليه سيدنا، لا أحد يضحك، لا أحد يتكلم، لا أحد يقول له خبر صار، كلهم متجهمين حوله كأن الحرب قايمة. فأنا الوحيد أول ما بستلمه أقعد أهزر معاه، أقعد أضحك معاه، أقعد أقول له نكتة، أقعد أقول له، فبضحكه. فبيسترسل في الكلام، ساعات يسترسل في السياسة، ساعات يسترسل في الاجتماعيات، ساعات يسترسل في شؤون الدولة. أنت كذاب وتستاهل كل اللي يجرالك. وهم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس، قالوا لي ما تتكلمش. في نهاية الفيلم يطرد رجال الرئيس الطباخ بسبب توطد علاقته بالرجل الكبير. عايز أقابل سيادة الرئيس. ممنوع، لازم أقابله. للغرابة عكست الحياة الواقعية ما دار على شاشة السينما حين أقدم المقربون من مبارك بعد سنة من عرض الفيلم على إبعاد عشوب. لقوني ابتديت أتكلم معاه في حاجات، ابتديت أتناقش معاه في أشياء، اتكلم معاه في التوريث وان الناس في ناس بترفض، ابتديت اتكلم معاه في اشياء كثيره من هذا القبيل. لقوني هبقى خطر، ولقوني معلش محبب ان انا ابقى جنب الرئيس. ولقيت انا سفيق بيكلمني ويقول لي عشوب انت مش هتشوف الرئيس بعد كده. واصل مبارك حياته وكأن شيئا لم يتغير على مر السنين، فقد بقي خادم البلاد الأمين كما كان يقول: سأواصل معكم مسيرة العبور إلى المستقبل متحملا المسؤولية وأمانة ما دام في الصدر قلب ينبض ونفس يتردد. كانت رسالة موجهة إلى سوزان وجمال أكثر من كونها موجهة إلى الشارع المصري، لأن الصراع على رئاسة الجمهورية في هذا الوقت كان قد بلغ أوجه. معزولا ومرهقا ولكنه ما زال يقاتل. في 18 من مايو آيار عام 2009 حلت بالرجل العجوز مصيبة عائلية. بينما كان المصريون يعيشون أيام ولاية مبارك الخامسة، واجهتهم حملة شرسة لتلميع صورة ابنه جمال. كان الشعب والرئيس هدفين للمؤامرة. أنا وجهة نظري إن هم استخدموا معاه السياسة مش سياسة ضغط عليه، سياسة الأمر الواقع. إن إحنا بنشتغل أهو في السوق الصحافة والسياسة وإحنا موجودين على المسرح، وإحنا نخلي توريث جمال مبارك واقع، واقع سياسي وواقع عام. بدعم مجموعة من المنتفعين لا حدود لثرواتهم على ما يبدو، صور جمال على أنه الاختيار الوحيد للأخذ بيد البلاد نحو مستقبل مشرق جديد. لازالت الاحتياطات من العملة الأجنبية في وضع قوي، بالعكس ده كانت بتزيد حتى في الفترة اللي فاتت. لم يكن مجرد الخبير الاقتصادي الكبير صاحب الحلول السحرية، بل كان أيضا شابا قويا وصاحب مهارات في كرة القدم. ولكن كانت ثمة مشكلة وحيدة، وهي ببساطة أن المصريين لا يحبونه. جمال شخص فيه استعلاء داخلي يشبه والدته إلى حد كبير جدا في الشخصية، لا يتحدث مع أحد بسهولة، متحفظ للغاية، لا يعرف كيف يضحك، لا يعرف كيف يداعبك، فقير الكاريزما إلى حد كبير جدا. نعم، هو افتقد كل قدرة على التواصل والذكاء العاطفي، ولم تكن لديه هذه المواهب، وربما لم يقنعه أحد بضرورة التدرب والسعي لإدراكها. لكن للأسف هذا الرجل كان يشعر بالاكتفاء، وللأسف من حوله كانوا يعاملونه كأنه فرعون مصر المنتصر. أي حد من داخل الحزب. لم تكن شخصية جمال هي العقبة الوحيدة، فلا بد للرئيس المصري أن يكون له سيدة أولى. أما جمال في السن 44 فكان لا يزال عازبا.
هو كانت بقى أمه معنية جدا بتزويجه. يعني في إحدى الحفلات كنا في زفاف ابنة أظن السفير نبيل فهمي، فخرت لي ليت جمال يذهب إلى هؤلاء البنات الجميلات اللي برؤوسه ويراهن. كانت خديجة محمود الجمال ذات 23 ربيعا أصغر بكثير من الرجل الطامح إلى الرئاسة، ولكن لا يعرف أحد بالضبط ما الذي جذب جمال إليها. ما في كمان رجالة في السن ده بتحب إن واحدة صغيرة، ليه لأ يعني أنا إنه كده، وبرضو في بنات بتحب كده طبعا، وهو كمان وسلطة ومر يعني كل حاجة، فيعني ليه لأ يعني وكده. فما اقدرش اعرف انه ايه يعني، هي بتكمل الصوره ولا هو بيحب اللي هو النوع ده اللي هو بلوند زي موديل كده يعني، مش شكلها مش مصري، جسمها مش مصري، يعني مور لايك زي مودلز كلوديا شيفرد يعني اللي هو منظر. في الرابع من مايو ايار عام 2007 يوم ميلاد الرئيس أقيم حفل الزفاف الرئاسي في شرم الشيخ، المنتجع المفضل لدى مبارك الأب. في تلك الفترة تمكن العريسان من أن يخوضا في الشأن العام والبقاء تحت الأضواء كي يصور جمال على أنه الرئيس القادم. شهدت السنوات الخمس الماضية في الوقت ذاته رفض الرئيس الفعلي بعناد أن يتزحزح عن مقعده، لكن كل ذلك كان سيتغير في القريب. في 16 من مايو أيار عام 2009 أصيب الحفيد المفضل لدى الرئيس محمد علاء بمرض غامض. بعد يومين فقط كان قد فارق الحياة. الانهيار الكامل لشخص حسني مبارك هو بعد وفاة حفيده محمد، لأن أنا كنت أعلم كويس قوي وشايف العلاقة اللي بينه وبين محمد حفيده. موت محمد بالنسبة لحسني مبارك هو موت حسني مبارك، بدليل أنه تن ولابس الجرافات السوداء مش عايز يشيلها ومش عايز يقلعها ورفض انه يقلعها تماما. تحطم الرئيس حتى انه لم يشارك في جنازة حفيده واعتكف في بيته وكان يرفض الظهور. اعتقد انها كانت ضربة قاسمة له في فقدان حفيده، وليته اعلن يومها وكان لديه ما يبرره انه يستأذن في الانصراف كاملا، إنما يعني هو أضاع الفرص، حتى أضاع فرص الانصراف المشرف له حتى اللحظة الأخيرة. ربما لم يكن ذلك واضحا للمصريين، لكن الرجل العجوز في الواقع كان قد استسلم للضغوط. عندما استقبل الرئيس أوباما في القاهرة بعد ذلك بأسبوعين لم يبذل جهدا يذكر لإخفاء أحزانه، كان على استعداد لأن يتنحى، لكن التوقيت في رأي المحيطين به لم يكن مناسبا. لقد فضلوا أن يبقى إلى أن تتاح الفرصة لجمال كي يمر عبر بوابة الترشح للانتخابات الديمقراطية التي كان مقررا إجراؤها عام 2011. الرئيس الحقيقة صدم بهذا الرحيل وكان يريد أن يمضي. سوزان مبارك وجمال وغيرهم الحقيقة أكثر من أحد رفضوا ذلك وصمموا على إبقائه شريطة أن يتم يعني نقل السلطة إلى جمال مبارك في هذا الوقت. لكن حتى أفضل الخطط يمكن أن تتعثر، ففي مارس آذار عام 2010 مرض مبارك مرة أخرى. طار الرئيس وحاشيته إلى هايدلبرغ في ألمانيا. قالت الرواية الرسمية إنه في حاجة إلى جراحة لإزالة المرارة، ويبدو أن العائلة لم تكن تثق في أي جراح مصري لإجراء تلك العملية.
لم تكن جراحة طارئة، أعني أنه لم يكن هناك خطر على حياته، وأنه كان لابد من إجراء الجراحة خلال أيام أو حتى ساعات. لم تكن جراحة عاجلة، ولكنها كانت ضرورية. بينما كان الرئيس يتلقى العناية في هذه الحجرة بمستشفى هايدلبرغ الجامعي، كانت زوجته وابنه حريصين على التأكد من أنه لن يفارق الحياة في توقيت غير مناسب. سألاني بالتأكيد عما إذا كان الرئيس سيتمكن من أن يعود إلى عمله الرئاسي، فأجبت بالإيجاب وقلت إننا سنفعل كل ما هو ضروري لتمكينه من أن يعود إلى عمله كالمعتاد. يسرني أن أعلن صباح اليوم أن الرئيس قد تعافى تماما من تأثير العملية الجراحية الناجحة التي أجريت له قبل 3 أسابيع بالضبط. بدون مكياج ظهر الرئيس في عمره الحقيقي عندما غادر هايدلبرغ بعد فترة نقاهة استمرت 3 أسابيع. هذه المرة لم يترجل سلم الطائرة بنفسه كما حدث عندما عاد من المستشفى في المرة السابقة. كان السؤال: هل ستكون هذه نهاية رئاسته؟ كانت الخطة معدة بأن يخرج الرئيس يوم 4 مايو 2011 ذكرى عيد ميلاده، ليلقي الرئيس خطابا إلى الشعب ويعلن فيه اعتزاله للحكم. فكان سيقدم جمال في ظل انتخابات تبدو من حيث الشكل وكأنها انتخابات حرة، فيها منافسة موجودة وفيها منافسة شريفة، كانت ستجري انتخابات نزيهة، وكان سيفوز فيها جمال مبارك بالتأكيد ولو بنسبة 50%+1. قبل أن يخرج جمال ظافرا من انتخابات الرئاسة عام 2011، كان بحاجة إلى تأمين قواعده، وذلك بضمان ملء البرلمان بأتباعه. كانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر كانون الأول عام 2010 مزورة إلى حد صارخ. لم يصدق المصريون النتائج عندما فاز حواريو جمال في الحزب الوطني بجميع المقاعد تقريبا. كان جمال بتدخله المباشر يريد بناء دولة مختلفة لا تستند إلى المؤسسات، ولذلك سعى من أجل ذلك أن يأتي بمجلس شعب على رؤيته وعلى أفكاره، مجلس شعب خال من المعارضة تماما حتى يستطيع أن يمضي بمشروع التوريث، وهو على ثقة كاملة بأن أحدا لن يقف في البرلمان ويعترض. بنهاية عام 2010 كان جمال مبارك قد وضع يده على البرلمان والحكومة والحزب، لكن ثمة حلقة حاسمة بقيت مفقودة. قوات مصر المسلحة البالغ عددها 500,000 فرد، وهي أشبه بدولة داخل الدولة. كان الجنرالات وقادة الأسلحة يقبلون بمبارك الأب رئيسا باعتباره واحدا منهم، أما مبارك الابن فكانوا لا يطيقونه. لا أفهم، القوات المسلحة لم تكن يعني ترضى عن جمال مبارك، لأن هي شافت فيه ما هواش التسلسل الطبيعي للقيادة بتاعت البلد، وهو نفسه جمال مبارك لم يتقرب من القوات المسلحة على الإطلاق، فكان هو في حاجز بين القوات المسلحة وبين جمال مبارك ما كانش تقبله. لن يكون من الممكن الآن معرفة إن كان الجيش المصري سيقبل بجمال مبارك رئيسا أم كان سيقوم بانقلاب عسكري ضده، فقد اتخذ التاريخ مسارا مختلفا. في ديسمبر كانون الأول عام 2010 أشعل بائع متجول في تونس النار في نفسه ليشعل ثورة امتدت إلى العالم العربي كله. لم ينجو دكتاتور من الأرق، لم يكونوا قادرين على تخمين ما تخبئه لهم الأيام القادمة. بعدما حدث في تونس
تحدثنا مع مبارك والأشخاص المقربين منه وقلنا له إن عليه أن يدرك أن ذلك يمكن أن يحدث في مصر أيضا وأن الوقت حان للتغيير، لكنه استخف بكلامنا. بعد انتصار الثورة التونسية كان الثلاثة جمال سوزان علاء يأخذون حبوب مهدئة، وحتى عندما يعني خلصت هذه الحبوب المهدئة تم إرسال طائرة خاصة لتأتي بمجموعة حبوب مهدئة أيضا لفترة جديدة، ما عدا مبارك لم يكن يأخذ هذه الحبوب لأنه كما كان يقال دائما ما كانش مصدق أنه ممكن حد يتجرأ ويفعل ما فعل. في 25 من يناير كانون الثاني عام 2011 وصلت شعلة الثورة التي نجحت في تونس إلى شواطئ مصر، وخلال أيام لم يعد في الإمكان صد دعوات الحرية، حتى المتظاهرون الذين خرجوا إلى شوارع المدن المصرية لم يصدقوا ما كانوا قد بدأوا. كان سكرتير مبارك السابق للمعلومات يرى بداية النهاية. أنا خرجت على تلفزيون الدولة في اليوم التالي للثورة وقلت له حافظ على تاريخك، أقل الوزارة اليوم، طهر البرلمان من العضويات المشكوك فيها، ابدأ مسيرة الإصلاح وابدأ هذا قبل صلاة الجمعة. ولكنه لم يستمع إلى ما أقول، والناس اندهشت أنني أقول ذلك لأنني كنت أرى المستقبل وأرى أن أصوات هتافات التحرير لن تتوقف وأن الناس قد فاض بها الكيل. لم يستمع مبارك لمستشاره السابق. بعيد صلاة الجمعة في 28 من كانون الثاني عام 2011 انفجرت مصر. لم يدرك مبارك أن ما يحدث في مصر شيء جديد. مبارك طبع الدولة المصرية بطباعه، ومن خلال ثلاثة عقود هو رجل يطيل التأني، وهو يعتقد أن أول وأسلم طريقة لحل المشكلة هو الصبر عليها لحين تفككها بعد أن تفقد الزخم. بحلول نهاية ذلك اليوم الذي سمي جمعة الغضب، انسحبت قوات الشرطة من الشوارع تحت ضغط المتظاهرين وحل محلها الجيش، وتم فرض حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد. كانت هذه أول استجابة من الرئيس، ثم قدم تنازلا رمزيا، ففي وقت متأخر جدا من مساء تلك الجمعة ظهر مبارك على الشاشات. لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم، وسوف أكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحة ومحددة للتعامل الحاسم مع أولويات المرحلة الراهنة. كان مبارك يرى أنه أدى ما عليه وأن على الشعب أن يرضى، وبينما كان البلد يحترق حول هو انتباهه إلى مسائل أخرى. هو كلمني يوم 29 يوم استقالة الحكومة، هو كلمني وأنا في المجلس لقيته بيطلبني يعني، فأنا يعني توجست يعني قلت في إيه، وبس سألني على يعني معرض الكتاب وتعمل إيه، قلت له هتلغى يا رئيس خلاص كان المفروض يفتتح النهاردة وسيادتك ما جيتش، قال لي افتحه بكرة، قلت له أنا بكرة مش وزير وكل الناشرين مشوا.
كان مقتنعا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وكان أوباما يقول له قد لا تكون مدركا للوقائع على نحو سليم، لكن مبارك لم يلتفت إلى ذلك، كان في حالة من الإنكار التام للحقائق. بعد الكلمة التي ألقيت الليلة تحدثت إلى الرئيس مبارك مباشرة، إنه يدرك أن الوضع الراهن لا يمكن أن يدوم طويلا وأنه لابد أن يحدث تغيير. لم يدرك السبب الذي جعل المسؤولين الأمريكيين يتصرفون معه على ذلك النحو، وكان لسان حاله يقول: لقد خدمت الغرب على مدى 30 عاما وحافظت على استقرار الشرق الأوسط وبذلت جهودا كبيرة لضمان استمرار العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة وبقائها متينة. لم يدرك سبب تلقيه أمرا مفاجئا بالتنحي عن كرسي الرئاسة. إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية، فيه عشت وحاربت من أجله ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه، وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا أو علينا. يبدو أن الرئيس كان يعيش في عالمه الخاص غير مدرك أن أيامه قد أصبحت معدودة. حدثت صراعات ما بين جمال وعلاء تحديدا يوم الأربعاء 9 فبراير، حدث مع تأزم الموقف واشتداد لغة التصعيد في الشارع والتهديد بالزحف إلى القصر الجمهوري. علاء شد أخيه جمال وألقى به أرضا وقال له: أنت اللي ضيعت تاريخ أبوك، أنت اللي دمرت الأسرة، أنت اللي خليتنا نوصل للحالة دي. فظلت سوزان تلطم خدودها وتصرخ أمام الجميع. في غمرة مشاهد الفوضى والصراع الأسري وزحف الجموع الغاضبة نحو القصر الجمهوري، أدرك الرئيس في نهاية المطاف أن كل شيء قد انتهى، وقرر يوم 11 فبراير شباط أن يغادر القاهرة إلى مقره الخاص في شرم الشيخ. عندما قرر الرئيس أن يسافر إلى شرم الشيخ، كانت هناك أزمة حقيقية مع الأسرة، فقد رفضت سوزان وجمال السفر معه. أعطت القوات المسلحة ما يشبه الإنذار لجمال ووالدته. كان جمال ميالا إلى السفر وحاول أن يقنع والدته، كانت ترفض بشدة وتقول: ده بيتنا وإحنا مش هنسيبه، هم خلاص خدوا كل حاجة إحنا مش هنسيبه. فاضطر جمال أن يجرها من يدها إلى الطائرة وأن يقذف بها في الطائرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. السادسة من مساء يوم الجمعة 11 فبراير شباط 2011، لحظة مهمة في كتب التاريخ التي سيدرسها الشباب المصري مستقبلا، كما كانت غيرها من اللحظات الهامة في التاريخ المصري الذي يمتد آلاف من السنين. في هذه الساعة انتهت 30 سنة من الدكتاتورية. لم يشعرا جمال وسوزان بتلك اللحظة، لأنه بينما انتهت رسميا أسرة مبارك الحاكمة، كان في طريقهما جوا إلى شرم الشيخ للالتقاء بالرئيس السابق. وخلافا للأجواء التي سادت الشوارع، لم يكن هذا اللقاء العائلي لقاء سعيدا. عندما وصلت لم تكن تعلم بأن الرئيس قد تنحى، وعندما علمت أن الرئيس قد تنحى اشتاطت غيظا واشتد غضبها
وقالت له الآن قد سقطنا جميعا في الوحل وستدفع الثمن وسندفع نحن معك الثمن في هذا الوقت أيضا. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين أولا بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسن إليه من الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في قتل أخرى موضوع الاتهام المسن إليه بأمر الإحالة. ثانيا بمعاقبة من رئيس إلى سجين تحول الرجل الذي كان في وقت من الأوقات حاكما مطلقا إلى مجرد محكوم عليه بالمؤبد. متنقلا بين محبسه في السجن والإقامة في أحد المستشفيات العسكرية يقبع مبارك مهيض الجانب وهو يواجه حقيقتين: الموت القادم ونهاية العائلة.